للسياحة. لهالسبب كانت نحن الأمل الكبير والحلم الكبير اللي كان عنا إياه لن يتحقق، فوقعنا بمصاريف كتير كبيرة، بخسائر كتير كبيرة، ونحن اليوم عم نطالب دولة الرئيس بتأجيل كل الضرائب عنا وتخفيض بعض الضرائب أو بعض الإيجارات يلي هي التروتوارات يلي هي مستملكة ببيروت، وبذات الوقت قصة الكهرباء هي المصيبة الكبيرة علينا وعلى الشعب اللبناني كلياته. لهالسبب عم نجرب نشوف كيف فينا نأجل كل المستحقات تبعنا، ونشوف بالقانون أو بمراسيم كيف منقدر نخفض البعض. وهذه هي الورقة يلي هي استلمها دولة الرئيس بحضور وزير السياحة، وبدنا نشوف كيف فينا نتابع مع وزير السياحة هالقضايا هذه كلياتها. وشكرا. نقيب، سؤال صغير، تحدثت عن خسائر اليوم، قد ايه بلغت الخسائر؟ شوفي الرقم هي بلبنان وجهة نظر. نحن بنعرف انه مداخيلنا قد ايش تراجعت، ما بنعرف الرقم الاساسي. نحن بنقول انه المطاعم تراجعت 40% نسبة لمداخيلها، يعني كان يشتغل ب100,000 اوكي، اليوم عم يشتغل ب60,000، والفنادق تراجعت 60%. يعني وقت كنت تشتغلي ب100,000 فاتلك 40,000. هذا الواقع طبعاً نحن مع الأعداد يلي فاتت على لبنان. سببها هي إنه كل السواح اللي نحن منسميهم سواح هن مغتربين لبنانية، اللي كان سنة الماضية يجي يقعد شهر قعد 15 يوم السنة. لسببها هي كمان التهديدات المتبادلة من اللي عم بيعملوا الحرب بلبنان، خلتهم يخافوا ويرجعوا يخافوا على عيالهم ويرجعوا على البلدان يلي هن بيشتغلوا فيها. البعض تحدث عن انه تخطط الخسائر 3 مليار دولار، هيدا رقم؟ عم برجع بقلك انا ما باخد ارقام بالثلاثة مليار وقديش هي. نحن منقول انه هالارقام هاي ناخدها يا من بنك المركزي يا من وزارة المالية يا من وزارة الاقتصاد، هن بيحددوا الارقام. فينا نقول انه خلص القطاع وفصل الصيف، الموسم الصيفي انتهى، السنة انتهت، السنة بكاملها انتهت، لأنه ما تنسي أنه نحن بلشت بأكتوبر سنة 23، ونحن كان أملنا كبير وحلمنا كبير على هالصيفية أنه نقدر نعوض شوية خسائر، ما زبطت معنا. شكرا لك على هذه المداخلة. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، نحن معكم من السراي الحكومي، سلسلة اجتماعات يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كنا عم نشوف اليوم القطاع السياحي كان على طاولة هذه الاجتماعات، واليوم كانت صرخة من على هذا المنبر تتعلق بموضوع الضرائب التي سيدفعها القطاع السياحي اليوم اللي عم يتكبد خسائر كتير كبيرة، و مع انتهاء فصل او موسم الصيف لهذا هذه السنه، بظل التصعيد اللي عم نشوفه بجنوب لبنان واستمرار التوتر بين حزب الله وايضا اسرائيل، هذا التصعيد انعكس طبعا على القطاع السياحي في لبنان للاسف. هذه هي الاجواء من السراي الحكومي. بدنا نشير الى انه هناك اجتماع ايضا مع وزير الطاقه وليد فياض، من المتوقع بان يخرج للتصريح ايضا فيما يتعلق بملف الكهرباء، وسيكون هناك اجتماعات أخرى سنواكبكم خلالها. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة شبيلة وعلي الشاعر.